وما زلنا مع بعض في حضر تاريخ مصر الفريد، وما زلنا بنتمشى في دروب وبنتفرج على آثارنا اللي منسية عند جزء كبير مننا. رحلتنا بنستكمل فيها بحثنا عن كنوز مخفية في شارع المعز. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا النهارده وموجود على يمنا سور القاهرة القديم، واللي موجود فيه بابين هما باب الفتوح اللي بتخرج منه الجيوش وهي رايحة للفتوحات، وموجود كمان فيه باب النصر اللي بتدخل منه الجيوش وهي راجعة منتصرة من الحروب. كنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن سبب إنشاء الأسوار القديمة دي، واتكلمنا عن تسمية كل الأبواب اللي موجودة في أسوار القاهرة، اتكلمنا عن القاهرة بصفة عامة. واللي عايزين نقول ويمكن واضح من جولاتي في كل أنحاء مصر والقاهرة إن المدينة العجيبة دي من أكتر المدن في التنوع الثقافي والحضاري، يعني شافت حقب تاريخية مختلفة على مر العصور، وموجود فيها معالم قديمة وحديثة، وموجود فيها آثار فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية. تاريخ القاهرة بيرجع لنشأة مدينة أون الفرعونية أو هليوبوليس عين شمس دلوقتي، لكن القاهرة بشكلها الحالي بيرجع للفتح الإسلامي لمصر على إيد عمرو بن العاص لما أنشأ مدينة الفسطاط، وبعدين العباسيين عملوا مدينة العسكر، وأحمد بن طولون عمل مدينة القطائع، وبعدين بقى جه جوهر الصقلي وبأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله بدأ يعمل المدينة الجديدة اللي احنا في جزء من سورها القديم دلوقتي، واللي هو موجود على يمنا زي ما حضراتكم شايفين. احنا لسه في شارع البنهاوي وحنلف ونرجع عشان ندخل مباشرة على شارع المعز لدين الله الفاطمي، واللي قلت لكم ان هو يمكن القاهرة بتتسمى بقاهرة المعز نظرا لان المعز لدين الله الفاطمي هو اللي ادى الامر لجوهر الصقلي انه يبتدي في انشاء المدينة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، وهي مدينة القاهرة العريقة، واللي كانت اتسمت كده عشان كانوا بيعتقدوا ان هي هتقهر كل الغزاة. ماشيين كده جنب السور المهيب، واحنا دلوقتي في المسافة اللي ما بين باب الفتوح وباب النصر. باب الفتوح بيدخلك مباشرة على المعز، وباب النصر بيدخلك على شارع الجمالية، وفي شوارع جانبية ممكن توصلك للمعز منها. دخلنا كده الشارع الأعظم أو قصبة القاهرة أو شارع النحاسين أو الاسم الحالي والمشهور واللي اتسمى على منشئ القاهرة وهو المعز لدين الله الفاطمي. احنا فعلا زي ما حضراتكم شايفين جوه اكبر متحف مفتوح للاثار الاسلامية في العالم، بابين كل اثر واثر اثر، شيء خيالي ومبهر. تمشيتك ورحلتك جوه الشارع هنا هتبقى حاجة ممتعة جدا، هات زوجتك وولادك وعيلتك وصحابك واخواتك وتعالوا قضوا يوم كامل هنا. اليوم ده يعني بصوره وذكرياته مش ممكن هتنساه، واكيد هتحاول ان انت تكرره مرات ومرات. هنزور النهاردة في حلقتنا مجموعة من المزارات، يمكن الحلقة اللي فاتت زورنا بيت السحيمي، هنزور النهاردة مجموعة من المزارات خلال رحلتنا جوه الشارع الممتع واللي موجود فيه زي ما حضراتكم شايفين مجموعة كبيرة جدا من المحلات اللي موجود فيها، مجموعة كبيرة برضو من الحرف، ويمكن اكتر حاجة هتلاقوها منتشرة جوه الشارع هنا هو النحاس، لان زي ما قلت لكم الشارع كان اسمه شارع نحاسين، وكان في عدد كبير جدا من الناس اللي بيمتهنوا مهنة النحاسين موجودة في الشارع اللي موجود او اللي احنا موجودين فيه. زي ما حضراتكم شايفين انا بحاول ان انا اتمشى بيكو كده وبنستعرض كده بعض الاثار اللي موجودة هنا، واللي ان شاء الله في خلال رحلاتي جوه شارع المعز هنزور كل الاثار دي وندخل فيها من جوه. زي ما حضراتكم شايفين يعني شكل المشربيات القديمة وشكل الأحجار القديمة اللي عدى عليها في حدود 1000 سنة، يعني هتحس ان وانت جوه شارع المعز يعني ما بين العصور المختلفة ما بين العصر الفاطمي وبعدين العصر المملوكي والعصر العثماني، شيء فعلا رائع جدا. ويعني زي ما بقول لكم بعد ما اتعمل الشارع او اتطور بالشكل اللي انتوا شايفينه بقى مزار من المزارات المهمة اللي مهم جدا ان انت تزورها لما تيجي القاهرة لو كنت جاي تزور مصر من بره مصر. طبعا المصريين كلهم بدعوهم ان هم يزوروا شارع المعز لو كانوا لسه ما راحوش شارع المعز، ويزوروا المزارات اللي موجودة في شارع المعز، لان انا اعتقد ان معظمنا بيروح شارع المعز بالليل، وعشان كده معظمنا ما بيزورش المزارات دي رغم ان التذكرة يعني
رخيصة جدا وهي ب 20 جنيه. احنا هنزور النهاردة زي ما حضراتكم شايفين من اللوحة اللي فيها اثار شارع المعز لدين الله الفاطمي، هنزور النهاردة مجموعة السلطان المنصور قلاوون، هنزور النهاردة القبة اللي موجودة قدامكم او المجموعة اللي موجودة قدامكم واللي بيوصفوها ان هي تاني اجمل ضريح في العالم بعد تاج محل اللي موجود في الهند، موجودين في بيت القاضي، واللي قدامنا دي هي مجموعة السلطان قلاوون، يعني عمارة اسلامية مدهشة بالفعل، وتفاصيل البنى الرهيب اللي قدامكم محتاج منك تركيز وانت بتتفرج عليه. كل حجر ليه قصة وليه حكاية، هتلاقي على البنى مجموعة من يعني الكتابات الدقيقة اللي بتحكي عن زمن فات. احنا لسه موجودين زي ما حضراتكم شايفين كده، وعلى شمالنا هو مجموعة السلطان قلاوون، وحندخل جوه المجموعة عشان نتفرج عليها من جوه. بالفعل دخلنا هو مجمع السلطان المنصور قلاوون، وأول ما تدخل هتلاقي قدامك اللوحة الإرشادية دي واللي بتحكي عن الأثر البديع اللي احنا موجودين جواه، واللي أنشأها سلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون. الراجل ده كان واحد من أشهر سلاطين المماليك البحرية، واتبنت المجموعة سنة 1285 ميلادية. يمكن المجموعة دي ممكن نقول إنها يعني بتعكس روعة الفنون الإسلامية في العصر المملوكي بالزخارف والرخام والزجاج والخشب والألوان والأشكال الهندسية. بالفعل أنت طول ما أنت ماشي جوه مجموعة السلطان قلاوون يعني هتحس بحاجة يعني مش طبيعية، وهتحس بانبهار رهيب. ده يعني هنبتدي كده الرحلة. المجموعة هي عبارة عن مدرسة لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة، وكمان في القبة الضريحية وفيها مستشفى. احنا دخلنا بالفعل جوه المسجد والمدرسة، وداخلين نشوف القبلة ونشوف العمارة الإسلامية المبهرة وازاي كانوا بيهتموا بكل التفاصيل. المدرسة كان اسمها مدرسة المنصور قلاوون، وكان تدريس المذاهب الفقهية الأربعة اللي هي المذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنبلي والمذهب الحنفي. الطلبة كانوا بيجوا هنا يقيموا، ياكلوا ويشربوا ويتعلموا، وياخدوا كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، وكانوا كمان بياخدوا راتب شهري، يعني حاجة مش معقولة، كان ناقص بس ان هم يجوزوهم. يعني شايفين قد ايه جمال وروعة المكان، شيء جميل ومميز بشكل كبير، وزي ما بقول لحضراتكم بيرجعكم سنين كتير لورا. وانت موجود جوه المجموعة وانت موجود جوه اثار شارع المعز، هتلاقي نفسك بتسرح بخيالك للزمن ده وازاي الناس دي كانوا عايشين ومستمتعين وراضيين بحياتهم. لسه بنستعرض مع بعض شكل يعني الأحجار اللي موجودة جوه مجموعة السلطان قلاوون، وزي ما بقول لكم احنا جوه المدرسة وجوه المسجد اللي كانوا بيدرسوا فيه المذاهب الفقهية الأربعة، وفي مجموعة من المصريين اللي بيستمتعوا برحلة جوه مجموعة السلطان قلاوون زي ما حضراتكم شايفين. وكان في الحجرات دي كان موجود فيها كانوا بيدرسوا فيها زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي. في العصر العثماني بقى بدأ يبقى فيه هنا تلاوة القرآن بالقراءات المختلفة وحفظ للقرآن، وكان هنا بيدرس كبار الأئمة والفقهاء، وتخرج من هنا عدد كبير جدا من العلماء. كان هنا يمكن في الجزء الأوسط ده كان فيه نافورة، وزي ما حضراتكم شايفين كده احنا هنروح من هنا لدورة المياه ومكان الوضوء للصلاة. ده كان شكل يمكن هتشوفوه دلوقتي، كان شكل مشهور للوضوء والمكان الوضوء زمان. واحنا ما زلنا جوه مسجد ومدرسة السلطان قلاوون وبنستعرض المكان واحنا بنتمشى مع بعض وبنشوفه من كل النواحي. زي ما حضراتكم شايفين كده كان شكل مشهور زي ما بقول لكم للوضوء، ومكان دائري كده ومكان للوقوف او للجلوس عشان تغسل رجليك وانت بتتوضى. كان يعني يمكن فيه اهتمام بكل التفاصيل، ومعمول زي ما حضراتكم هتشوفي طبعا الرخام اللي موجود هنا، ومعمول هنا يمكن زي مظلة كده لحماية اللي بيتوضى، ويعني شكل رائع جدا في المكان اللي احنا موجودين فيه. وما زلنا بنتمشى وبنستعرض مع بعض شكل المدرسة وشكل الخشب المعشق وشكل المشربيات اللي كانت بتميز نمط البنى في العهد القديم، واللي يمكن قلت انه الموضوع المشربيات ده موضوع صحي وبيدخل الهواء والشمس وبيحافظ على الخصوصية. نخرجين بقى من المدرسة والمسجد ورايحين نتفرج على تاني اجمل ضريح في العالم. المكان اللي رايحين ليه ممكن تسميه مقبرة ماشي، تسميه ضريح ماشي، تسميه زي ما تحب تسميه.
زي ما حضراتكم شايفين كده، انا بحاول بس ان انا استعرض لكم شكل المكان بصفة عامة قبل ما نروح للضريح الجميل جدا وللقبة الضريحية الرائعة جدا زي ما حضراتكم هتشوفوا. طبعا كان زي ما بقول لكم هي كانت مدرسة، فالاجزاء اللي احنا فيها دلوقتي هي الاجزاء اللي كانت بتستخدم في المدرسة قبل ما نروح على القبة الضريحية واللي احنا داخلين عليها، واللي قدامها على طول هتلاقي كده ماكيت بيشرح فيه او بيوضح فيه شكل المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. السلطان قلاوون عمل لنفسه الضريح او المقبرة وعمل فيها توليفة كده عمدان شبيهة باللي موجودة في بيت المقدس، ويمكن القبة اللي هتشوفوها دلوقتي دي يعني هي يعني يمكن هي اعظم قبة في مصر ويمكن في الشرق الاوسط كله. كلها زي ما حضراتكم شايفين من الطوب والخشب ومجموعة من العمدان الرخام الرائعة والأخشاب المعشقة، يعني هتذهل بالفعل من جمالها. احنا لسه بنتمشى جوه ضريح السلطان قلاوون وبنشوف التصميم والعمارة الإسلامية المدهشة. طبعا السلطان قلاوون اتدفن هنا، وكمان اتدفن هنا ابنه الناصر محمد بن قلاوون، واتدفن هنا كمان حفيده اسماعيل. كان هدف السلطان قلاوون من المجموعة ان التاريخ يخلد اسمه، فقرر انه يبني المجموعة على جزء من الارض اللي بنى عليها القصر الغربي الصغير وهو قصر العزيز بالله الفاطمي. يعني اتفرجوا كده على شكل الالوان الرائعة اللي موجودة جوه مجموعة سلطان قلاوون وجوه ضريح السلطان قلاوون، يعني حاجة من الحاجات اللي مش ممكن تتخيل جمالها وانت موجود جواها. يعني لو حكينا عن المكان اللي احنا فيه، ففي رواية مشهورة للأديب المصري العالمي نجيب محفوظ اسمها بين القصرين، واحنا فعلا حاليا في منطقة بين القصرين، بين القصر الشرقي الكبير اللي اتبنى للخليفة المعز لدين الله الفاطمي والقصر الغربي الصغير واللي اتبنى للخليفة العزيز بالله ابن المعز. زي ما حضراتكم شايفين كده انا بحاول ان انا برضو السلم ده كان موجود في مدخل للمجموعة، ممكن تدخل منه مباشرة على الضريح لو طلعت من السلم اللي احنا طلعنا منه دلوقتي. حاجة فعلا من الحاجات الجميلة، وشايفين قد ايه جمال الاسقف والاعمدة والرخام والخشب اللي موجود هنا جوه المجموعة. يمكن المهندس اللي عمل المجموعة هي يمكن محدش يعرفه، لكن في بعض المؤرخين اللي قالوا انه كان الامير علم الدين سنجر الشجاعي، وتقريبا اشتغل هنا كل صناع المهرة، وساعة البناء منعهم من ان هم يعملوا حاجة تانية، وعشان كده يمكن من المعجزات ان اتبنى المكان ده يمكن في 14 شهر زي ما بيقولوا، لكن التفاصيل الصغيرة بقى اللي موجودة يمكن خدت 3 سنين. المنصور قلاوون وأسرته حكموا حوالي 100 سنة، وزي ما حضراتكم شايفين ما اكتفاش بشيء تقليدي لكنه عمل مجموعة كاملة. يعني أتمنى إن أنتوا تزوروا بالفعل شارع المعز بالنهار وتدخلوا المزارات دي، هتستمتعوا فيها بشكل كبير. إحنا خلاص بقى خارجين من الضريح وهنتمشى جوه مع بعض جوه دروب المجموعة الأثرية للسلطان قلاوون بعد ما شفنا الماكيت اللي كان موجود جوه الضريح. لسه بنتمشى مع بعض جوه دروب المجموعة الأثرية للسلطان قلاوون، واحنا بنتمشى كده هنفتكر الأفلام التاريخية اللي فيه طبعا عدد كبير منها اتصور في المكان هنا عشان يقدروا يحاكوا الفترات التاريخية دي. كان السلطان قلاوون وعلى جوانب شارع المعز عمل عدد من الوكالات أو الأسواق التجارية والحمامات، وكلها كانت واقفة للصرف على المجموعة اللي احنا فيها. زي ما حضراتكم شايفين يعني شيء جميل جدا، وهتحس باحساسات مختلفه وانت بتزور المكان اللي احنا موجودين فيه. اول ما رحتوا من الباب ده والباقي المبنى اللي قدامكم هو البيمارستان او المستشفى، والبيمارستان هي كلمه فارسيه، بيمار كان معناها المريض، واستان هي الدار او المكان، يعني ممكن نقول ان احنا في دار الشفاء او المستشفى. كانت الرعايه الصحيه بتتقدم مجانا للمرضى، وكان بيتم الكشف على المريض في كافه التخصصات عشان يعرفوا السبب الرئيسي لمرضه. من الغرائب اللي بتتقال ان المريض كان بيفضل موجود هنا وما بيخرجش من المستشفى الا بشرط انه ياكل رغيف كامل وفرخه كامله، وفي حاله انه ما قدرش ياكلهم بيفضل موجود، وده بيكون دليل على انه لسه عيان. كان الحوض الرخام اللي شفناه كان بيكون فيه ميه، والميه بتنزل في مجرى بيروح عشان يعمل شبه النافوره كده للترفيه عن المرضى، لان يعني يمكن خرير الميه بيقولوا ان هو بيريح الاعصاب، وكمان رذاذ الميه بيعمل ارتياح للمرضى. رجعنا مره تانية وتمشينا في الدهليز كده الرائع، وما زلنا جوه المجموعه الاثريه للسلطان محمد بن قلاوون.
وزي ما حضراتكم شايفين كده بقى هتلاقي في سلم اهو هنطلع عليه عشان نتفرج على المجموعة من فوق، وبعدين هننزل مرة تانية. عايزين نقول ان المجموعة الأثرية دي يمكن تصدعت بعد زلزال 92 واتعمل ليها ترميم كامل على مراحل. زي ما حضراتكم شايفين شكل المكان يعني، وشكل الأحجار القديمة اللي موجودة في المكان. لكن موجود المكان بصراحة من الأماكن اللي يعني بدعوكم فعلا إن انتوا تزوروها، هتستمتعوا جدا وانتوا بتتمشوا جوه مجموعة السلطان قلاوون. هنسيب بقى مجموعة السلطان قلاوون وهنسيب الدروب والدهاليز اللي احنا ماشيين فيها ونخرج مرة تانية على شارع المعز عشان نستكمل جولتنا. قدام المجموعة مباشرة هتلاقوا مبنى صغير كده مكتوب عليه بقايا مدرسة الظاهر بيبرس البندقداري، اللي كان أنشأها السلطان المملوكي سنة 1263 وكانت من أكبر المدارس في العصر المملوكي. قدام المجموعة برضو شارع بيت القاضي اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي واحنا رايحين على قصر تاني. الشارع هنا هو اللي بيربط الجمالية بالحسين وشارع المعز. شارع كان جزء من قصر الزمرد الفاطمي واللي كان جزء من القصر الشرقي الكبير. القصر اللي قدامنا ده هو مقعد الأمير ماماي السيفي واللي كان من أكبر أمراء السلطان الأشرف قايد باي. الجزء اللي قدامكم هو اللي تبقى من قصره اللي بناه سنة 1469، ويمكن ده السبب في تسمية المكان هنا بيت القاضي، لأن المحكمة الشرعية كانت بتعقد هنا أيام العصر العثماني وأيام أو في زمن الحملة الفرنسية. كمان قدامكم هتلاقوا في ممر كده ودهليز ومن الدهاليز وهو بوابة بيت القاضي، اتمشى فيها لما تيجي تزور شارع المعز. موجود في المكان هنا كمان نقطة شرطة الجمالية، وزي ما حضراتكم شايفين كده ادي اللوحة اللي بتقول ان احنا في بوابة بيت القاضي، بوابة رائعة جدا، وهي زي ما قلت لكم اللي بتنقلك من الجمالية للحسين بعد ما بتعديها وتعدي عدد من الدروب والأزقة القديمة المبهرة اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دلوقتي. هنرجع مرة تانية وعايز اقول لكم كمان من الحواري المتفرعه من المعز حاره بيت القاضي واللي هنشوفها دلوقتي لما نرجع مره تانيه لشارع المعز. ادي بقى حاره بيت القاضي الرائعه جدا واللي من خلالها ممكن توصل لنفس المكان اللي احنا كنا فيه بعد ما تمشي كده مجموعه من الدروب والازقه زي ما بقول لحضراتكم. احنا هنسيب بقى قلاوون عشان نزور مدرسه ومسجد وقبه السلطان الناصر محمد بن قلاوون. اللي قدامنا دي هو سبيل محمد علي باشا واللي عمله على روح ابنه اسماعيل اللي توفى في السودان. ولسه بنتفرج على شكل الشارع بصفة عامة، وبنتفرج على شكل الناس اللي بيستمتعوا بيوم من ايام يعني الشتاء جوه شارع المعز لدين الله الفاطمي. احنا بالفعل كده دخلنا على مدرسة ومسجد وقبة السلطان الناصر محمد بن قلاوون واللي بيسموها المدرسة الناصرية، واللي عملها بين سنة 1295 لسنة 1303. يعني يمكن تخطيط المدرسة زي نظام المدارس المملوكية واللي كانوا بيسموا التخطيط الشكل ده التخطيط المتعامد. زي ما حضراتكم شايفين يمكن صحن في النص مكشوف بيفتح عليه 4 إيوانات وأكبرهم هو إيوان القبلة. برضو كل إيوان كان بيتخصص لتدريس الفقه على مذهب من المذاهب الأربعة. يعني اتفرجوا كده على شكل المكان واتفرجوا على شكل الأحجار اللي موجودة في المكان. زي ما بقول لكم متعة بلا حدود جوه شارع المعز وجوه آثار شارع المعز، ويعني هتلاقي نفسك عمال تبص يمين وشمال وفوق وتحت عشان تستمتع بالجمال كله اللي احنا موجودين جواه دلوقتي. يمكن احنا كده جنب مباشرة المجموعة الأثرية للسلطان قلاوون أبو السلطان الناصر محمد، واللي بدأ في إنشاء المدرسة هنا كان الملك العادل زين الدين كاتبوها بعد خلع الناصر قلاوون من الولاية الأولى، وبعد ما رجع لملك مصر اشترى المدرسة وكمل بناها. زي ما حضراتكم شايفين دي القبله اللي موجوده قدامكم ودي المنبر اللي موجود قدامكم. عايزين نقول ان الناصر محمد كانوا بيلقبوه بابو المعالي وابو الفتح، وهو اخو السلطان الاشرف، وامه كانت بنت امير من امراء المغول، ويمكن عشان كده كان من هواياته الغزو والفتح. عارفين المماليك عموما ما كانوش بيؤمنوا بوراثه الحكم، لكن كانت السلطه دايما للامير الاقوى اللي بيقدر انه يحسم الصراع على السلطه لصالحه. لكن وللغرابه اسره قلاوون
كسرت القاعدة دي، وفضل قلاوون وولاده وأحفاده بيحكموا دولة المماليك أكتر من 100 سنة رغم كل الانقلابات والمؤامرات اللي حصلت ضدهم. رايحين كده بقى على القبة اللي موجودة جوه مدرسة الناصر محمد بن قلاوون، يمكن القبة دي اللي دفنت فيها أمه، ولما توفى ابنه أنوك دفنه كمان فيها، لكن هو شخصيا مدفون مع والده المنصور قلاوون في المجموعة اللي زورناها النهاردة من شوية صغيرين. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، كان في دايما إبهار في طريقة البناء والتصميم ونمط العمارة في كل مكان وكل أثر بندخله وبنتفرج عليه. هنخرج بقى مباشرة كده من مدرسة السلطان الناصر بن قلاوون، دايما بيكون كل أثر موجود فيه نبذة كده عن الأثر ممكن تقراها عشان تفهم الأثر اللي انت داخل فيه ده مبني سنة كام وإيه اتبنى ليه واتبنى إزاي، ويعني هتستمتع بيه جدا. وزي ما بقول لكم قدامه على طول سبيل محمد علي اللي موجود جوه شارع المعز، وقلت لكم ان هو محمد علي باشا عمله على روح ابنه اسماعيل باشا اللي توفى في السودان، وكان ده سنة 1829. احنا خرجنا مرة تانية بقى على شارع المعز لدين الله الفاطمي، وهنخرج احنا كده في اتجاه اللي رايحين فيه على مسجد الحاكم بأمر الله، وفي الاتجاه اللي رايحين فيه على باب الفتوح، ولسه ما زال في مجموعة كبيرة من الناس اللي يعني هو زي عربية حمص الشام، وفي واحد بيبيع غزل المنات موجود هنا. يعني وانت بتتمشى في شارع المعز هتستمتع جدا، وهتقدر ان انت تاكل مجموعة من الاكلات الشعبية الجميلة جدا اللي موجودة هنا. زي ما حضراتكم شايفين موجود على يميننا دلوقتي مسجد الحاكم بأمر الله، وقدامنا مباشرة موجود بوابة الفتوح. انا برضو حبيت ان انا اوريكم شكل شارع المعز بالليل وشكل الانوار اللي بتنور الاثار اللي موجودة هنا، وفي نهاية كل حلقة هحاول ان انا اوريكم شكل الشارع بالليل وازاي الناس بتقدر تستمتع بيه بالنهار والليل، وانا عارف ان معظمنا زار الشارع ده بالليل، فعشان كده بحاول ان انا اوريكم برضو شكل الشارع ازاي يكون شكله بالليل وهتستمتع بيه ازاي. اتمنى ان رحلتي النهاردة اللي كانت جوه شارع المعز واللي زورنا فيها اثار من الاثار اللي موجوده جوه شارع المعز تكون عجبتكم، واتمنى ان انت تعمل لايك للفيديو وتدعمني، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو زي ما بقول لكم عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.